السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل التمرينة اللي الناس كتيرة قوي سألت عليها، هي مش تمرينتي، انا واخدها كوبي بيست بتاعت هاني رامبود اللي هي فاست 7. هتمرن ظهر، هوري الناس التمرينة عاملة ازاي بالظبط، و خلينا نشوف هتبقى عاملة ازاي. اهم حاجة التسخين، انا سخنت 5 دقايق على التريد ميل الاول، وبعد كده بتسخن رفرفة بس شوية، بتسخن بس المفاصل بتاعت الكتف، لان انا كتفي شد جامد قوي من تمرين امبارح، اتمرنت امبارح كتف، فبحاول بس افكها شويه، وبعد كده نسخن روتيشن لبره، شغل الخلفيات برده بتاعت الكتف والظهر. بعد التسخين هنبدا اول مجموعه او اول حركه، هتبقى سحب من على عالي، سحب امامي. هنخش اول حركه، الحركه دي سحب عالي، ايدي مقلوبه. انا هقول لكم اللي هاني رامبود بيقوله، مش انا ما بقولش، انا واخد التمرينه كوبي بيست. هاني رامبود لما بيمسك الجراب مقلوب او القبضه مقلوبه بتشغل اللاتس كويس جدا، او اللي هي المجانس بنشغلها كويس جدا من تحت لغايه اخر زاويه فيها فوق. تعال نشوف، تمسكش واسع قوي، امسك في المعقول، هو بتبقى 4 ادوار. الدورين الاولانيين بيعتبروا تسخين، والدورين التانيين اللي هم الحركه الاساسيه. فانا بتخش خفيف الاول، اهم حاجه تطلع معاها للاخر وتسحب لتحت وتقفل جامد، اهم حاجه تعصر على العضله تحت. انت بتشد بكوعك، ما بتشدش برست الايد، انت بتشد بالكوع، يعني مش القبضه بتاعت ايدك هي اللي بيجيبك تحت، هو طبعا هي اللي ماسكه، بس يعني التركيز اللي جاي من الدماغ ان الكوع هو اللي عامل الحركه. ليه؟ عشان تروح للمدانس. يا الله يا الله. خش المجموعة التانية برضو من 10 ل 12 عدة في نفس الوقت، بتسترتش للاخر خالص، بتشد العضلة للاخر خالص، وبتنزل بكوعك تقفل خالص جنبك وتعصر على العضلة جامد كده. المجموعة التانية في الخفيف، وبعد كده هنخش 2 تقيل. تعال نشوف. يا الله. يا الله. يا الله 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 يا الله. دلوقتي هخش الدور الثالث في التقيل. اللي هاني رامبود بيقوله الراحه ما بين الادوار، برضه عشان انت تبقوا عارفين التفصيل كله، انا شرح التمرينه بالتفصيل كله. هاني رامبود قال لك 45 ثانيه ما بين الدور والدور. هنخش الدور التقيل. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اثنين ابطال بقى، 1 يا الله. زي ما قلنا 45 دقيقه 45 ثانيه اسف الراحه، والتمرينه كلها ما تزيدش عن 45 دقيقه. لسه فاضل دور، خش الدور الرابع والاخير في السحب العالي امامي والقبضه مقلوبه. ده الدور الاخير تقيل زي ما اتفقنا. انت بتحاول تجيب بالكوع اكتر ما بتجيب بقبضة الايد. يا الله.
سبعة يا الله ثمانية يا الله تسعة أخيرة يا الله خلصنا سحب الحركة التانية في تمرينة هاني رامبوت فاست 7 بالنسبة للظهر هتخش على الأفضل اللي احنا بنسميها في شيب بس ممكن يكون في مصر بتبقى التمانية مثلا فهنخش أربع أدوار دورين تسخين معنى كلمة تسخين انت سخن اوريدي بس خفيف مش تقيل الوزن تقيل قوي أهم حاجة بتجيب ال 12 عدة عشان تأكتف كل الديب تيشوز في العضلة أو الألياف الداخلية وبعد كده الدورين التانيين بيبقوا متوال والراحة ما بين الأدوار زي ما قلنا 45 ثانية وما تنساش تشرب بي سي اي اي وانت بتتمرن ولو عندك شوية جلوتامين يبقى حلو قوي يا الله يا الله اهم حاجة التجميع تحت يا جماعة الضغط على العضلة على قد ما تقدر ده كلام هاني هو بالنسبة له مش كلامي هاني انا هاني رامبود اللي هو مدرب الابطال يقول لك سكويز تحت هو ده اللي بيلعب عليه الكونتراكشن ماسلز ما بيفرقش مع السرعه في الاداء بس قد ما بيفرق معاه ان انت تضغط على العضله جامد يا الله ليه ما 45 ثانيه خش دول المجموعه الثانيه في الحركه الثانيه زي ما قلنا اهم حاجه تضغط العضله تحت يا الله واحد تطلع للاخر اهم حاجه ما تريحش الوزن طول الوقت انت محمل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نار المجموعة الثالثة وده هيبقى تقيل بقى هو مش تقيل قوي 60 كيلو بس الفكرة أهم حاجة بس التكنيك إن أنت تضغط على العضلة جامد وتقرص عليها الفكرة مش إن أنت طالع نازل وخلاص لازم تبقى الحركة كلها راحة للعضلة اللي في الآخر بتاعت الظهر طبعا وده كلام هاني رامبوت برضه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اوه 45 ثانية ونخش المجموعة الرابعة في الحركة الثانية في المجموعة الأخيرة في الحركة الثانية أنا جبت آخر خلاص جبت جهاز مش قادر يا الله تمرينة هاني رامبوت فاست 7 من الاخر دي الحركة الثالثة هنخش بالبار مقلوب ايدك مقلوبة بتاخد البار بتمسك من اول الخشن في البار وبتاخد البار بالكوع للاخر خالص وبتوصل للوسط هنا
ده عشان يشغل كل المجنس لغايه الزاويه الاخيره بتاعته من تحت. لكن لو مسكته عدل بيعلي معاك في المجانس من فوق، تبقى عندك مجنس كبير قوي من فوق، بس تيجي بقى ايه من تحت تلاقي المجنس ملموم صغير، حجمه مش كبير. فالمسكه المقلوبه ده كلام هاني رامبود بتاع فاس 7، مدرب فيل هيس رقم واحد في العالم. قال لك المسكه المقلوبه بتخلي المجانس او اللاتس انها تشتغل كلها من فوق لتحت. اهم حاجه ان انت بتطلع تسحب للاخر خالص وتثبت وتنزل تسترتش جامد للاخر. تعال نشوف اهم حاجه، رجلك متنيه، ظهرك مفرود، عامل شبه قرش يعني صدرك يبقى قايم فوق لسنه مش قوي. تعال نشوف. يا الله بسم الله. يا الله يا الله. ده برضو من التكنيك بتاعه او الاسلوب بتاعه، ان انت بعد ما بتخلص الدور لازم بتبوز او بتشد العضله على قد ما تقدر عشان تقدر تشغل الديب ماسل تيشيو او الخلايا الداخليه للعضله، يعني انت بتقدر ترفع من مستوى التمرين على قد ما تقدر. الدور الثاني في البار السحب المقلوب، القبضه مقلوبه زي ما قلنا، بنمسك خشن مقلوب او مش زي ما قلنا، زي ما هاني رامبود قال عشان ابقى صريح، بس انا ما بقتبس التمرينه، انا بوري تمرينه للناس بالترجمه، لان في ناس ما عندهاش لغه، ما في ناس ما بتتكلمش انجليزي، فللاسف ما بيبقوش فاهمين هاني رامبود بيقول ايه. فانا قلت طالما ده بطل يعني مدرب عالمي ومدرب ابطال عالميين، فنترجم له التمرينه بتاعته ونكسب ثواب. يلا يا الله يا الله. يا الله يا الله يا الله. يا الله. يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. دلوقتي خلصنا، هنخش على الفاس 7 اللي هي اصل التمرينه بتاعت هاني رامبود. خليكم متابعين. دلوقتي بقى اللي انتم مستنيينها، الفاس 7 اللي هي التمرينه الرئيسيه، او هاني بيقول، هاني رامبود بيقول لك عليها الماستر بيس بتاعته، او الحته اللي هو اللي اخترعها. هنعمل 7 مجموعات، ده رقم 7 اللي هو جاي فاس 7، 7 هتعمل 7 مجموعات نفس الحركه دي. بس اهم حاجه ان انت هتلعب بالسكويز، ان انت بتضغط على العضله جامد وبتسترتش جامد جدا في الطلعه، 7 تدوار من 10 ل 12 عده، وكل دور بتخلصه لازم تفرد، يعني لازم تفرد اللاتس، تشد عليهم جامد، وما بين الدور والدور 45 ثانيه. تعال نبدا. يا الله. يا الله
الله يا الله يا الله. مع الثانية فاص 7 هاني رامبل. يا الله المجموعة الثالثة في الفاست 7 هاني رامبود وانا بموت. يا الله الدور الرابع يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الدور الخامس يا الله. فاضل دورين المجموعة الستة فاضل مجموعة. اللهم أعنا يا الله. يا الله يا الله يا الله الدور الاخير. انا خلصان مش قادر فعلا بجد بموت. العضله شاده جدا مش محتاج ان انا افرد هي فرده لوحدها. فاست 7 هاني رامبود لكل محبي هاني رامبود لان اللي سالوا على التمرينه بتاعت الفاست 7 دي كانت الظهر في الفاست 7 بتاعت هاني رامبود. انا ترجمتها واخدها كوبي بيست. التمرين اللي انا عملته ده ماليش لي علاقه بيه تماما غير ان انا بس مجرد باديه ما اخترعتش فيه حاجه ما اضفتش فيه اي حاجه. خدت تمرينه زي ما هي من هاني وعملتها بالظبط عشان الناس اللي ما بتفهمش هاني لان هاني بيتكلم انجلش فالناس اللي ما بتفهمش فانا ترجمتها بالعربي بحيث ان لو حد هيعمل سيرش على اليوتيوب زي ما انتم بتشوفوها دلوقتي يا اما على صفحتي الشخصيه هاني بينك دوت كوم على الفيسبوك يا اما
ايا كان الناس اللي هتشوف الـ 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 التمرينه تبقوا فاهمين هاني ده تكنيك هاني رامبوت مش تكنيك بتاعي انا. انا لازم اكد الكلام ده عشان بس الناس ما تقولش ان انا بقتبس او ده اسلوب هاني رامبوت او اي كلام. انا بعترف من دلوقتي ان دي تمرين ثاني. الدور الاخير. يا الله 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 يا الله. هاني بيقول لك برضو في وسط التمرين انت ممكن يعني بعد ما تجيب الثمان عدات او العشر عدات هات بقى الاربع عدات اللي هم ايه السرقه التشيتنج. اه